فكيف بمن كان يسير جماعة ويحرص على نظافتها كاملة، ويحرص على إعطاء المواطنين حقوقهم ووثائقهم ولا يبتزهم ولا يأخذ منهم رشوة، ويحرص على الصفقات أن تكون يعني صفقات سليمة، ولا يتجرأ أحد أن يعرض عليه يعني رشوة. وإن كان كاين إخوان هنايا اللي تعرضت عليهم رشوة، أنا باغي كنذكر أخ بلا ما نذكر السمية ديالو، راه كيشوف فيه وكنشوف فيه ديال 600 مليون في وقت مبكر ورفض غير باش يتكلم فيها، فهمتيني ولا؟ وعلى كل حال راه الحالة ديالكم باينة، كون كنتو كتشدوا 600 مليون لواحد كون راه القضية باينة. لا أنتم لا الرئيس ديالكم، احنا فضينا. محالكم شديتوا وجهي عندي. جيو تشوفوني في المستشفى، غنكون غنموت بالفقصة. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.